فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا طلق الرجل زوجته ثم أرجعها قبل نهاية العدة، فهل هذا الطلاق يحتسب؟ نعم يحتسب، يحتسب، فإذا أكمل الثلاث بانت بينونة كبرى. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.